السلام عليكم مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة أخبار منتصف الليل من تونس ونبدأها بالعناوين. انتهاء الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، والطبوبي يؤكد أن اتحاد الشغل سيمضي قدما في الدفاع عن منظوره. خبراء في الاقتصاد يقدرون كلفة الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام بين 150 و300 مليون دينار. المنتخب الوطني لكرة اليد يتأهل إلى الدور الثاني من مونديال ألمانيا الدنمارك بعد فوزه على منتخب النمسا. تنفيذا للإضراب العام الذي نفذه أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ألقى أمين عام منظمة الشغيلة نور الدين الطبوب كلمة ببطحاء محمد علي بالعاصمة، أكد فيها أن منظمة الشغيلة ستمضي قدما في نضالها، وأن الهيئة الإدارية التي ستعقد السبت المقبل ستتخذ إجراءات تصعيدية وفق قوله. تلبية للإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، تجمعت أعداد غفيرة ببطحاء محمد علي، أين ألقى الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي كلمة بالمناسبة، دعا خلالها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى ضرورة فهم هذه الرسالة والتفاعل معها بطريقة إيجابية. أعطيته رسالة، وأعطيته رسالة مضمونة الوصول لهذه الحكومة، أن إذا تخول لك نفسك وبربي نزيدوا ننصحوك مرة أخرى، ولكن قاعدين يدبروا عليك وقاعدين الناس من وراء الستار بكم، انتم يحبوا يضربوا الاتحاد، اراكم غلطين في حسابكم. وانتقد الطب بما وصفه بالسياسات الخاطئه للحكومه، مشيرا انها في تبعيه لاطراف خارجيه. صوت الاتحاد سيبقى الصوت المرتفع، سيبقى الصوت المدوي امام هذه الخيارات الفاشله والخيارات الليبراليه نتاع هؤلاء الحكام الجدد. وبخصوص المفاوضات، أكد الأمين العام أن المنظمة لن تقبل بزيادات لا تنسحب على المتقاعدين وعلى كل أشكال العمل الهش من أساتذة ومعلمين نواب. ما زلنا مصرين أن قطاع الوظيفة العمومية ياخذ زيادات في حجم نضالاته وركم نضالته، ونحب نحيي القطاع العام على تضامن النقابي، ونقول لمنظورينا في القطاع العام انتم مستهدفين اكثر من الوظيفه العموميه، لان العبره مش في الزياده، الجانب الترتيبي مزال، قانون العام القطاع العام مزال، استهداف وبيع القطاع العام مزال. واشار الطبوب الى ان الاتحاد يحترم تراتيب الاضراب، منتقدا لجوء الحكومه الى اعتماد سياسه التسخير. التسخير احنا اولى به، احنا الحد الادنى تاع الخدمات احنا نفهموها، واحنا اللي قلتنا لابناء شعبنا ما نجموش باش نخلوا الحد الادنى نتاع معناها في سيرفيس بيبليك معناها كل مع بعض، لا احنا مؤمنين بهذا، وخرجنا تراتيب الاضراب لان مش نجدد على النضال وعلى الاضرابات وعلى مفهوم الدوله وإدارة الدوله بالدوله. هذا وستجتمع وفق نور الدين الطبوبي الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة يوم السبت القادم من أجل اتخاذ إجراءات تصعيدية على حد تعبيره. الهيئة الإدارية الوطنية لما عهدناها من مواقف مبدئية وتاريخية في المحطات الهامة والمحطات المفصلية في تاريخ تونس، تونس ستشرفكم الهيئة الإدارية بقرارات تكون في حجم نضالاتكم وتطلعاتكم من أجل تحقيق المطالب. وبعد الاجتماع الجماهيري بساحة محمد علي، توجه المشاركون في مسيرة سلمية باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، رافعين شعارات تطالب الحكومة بالزيادة في الأجور والحد من غلاء المعيشة. وكانت ملامح الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام جلية في عديد القطاعات، ومن بينها النقل البري والجوي والمؤسسات الاستشفائية. السابع عشر من جانفي 2019 عاشت فيه البلاد على وقع إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، فكانت الحركية غائبة في محطات النقل البري العمومي بالعاصمة، لا حافلات ولا مترو ولا قطارات، الأبواب مصادة وشبابيك التذاكر مغلقة. ورغم صدور الأمر الحكومي لتسخير بعض الأعوان التابعين لوزارات ومؤسسات عمومية ومن بينها الشركة الوطنية للسكك الحديدية وشركة نقل تونس والشركة الجهوية للنقل بين المدن،
لم يقع التجاوب مع هذا الأمر، وتواصل تعليق السفارات وتعطل حركة الجولان لوسائل النقل العمومي في ظل غياب توفر الحد الأدنى من سير المرفق العمومي. هذا وتعطل الجولان الجوي أيضا بمطار تونس قرطاج في شلل شبه تام، ما ولد حالة من الاحتقان في صفوف المسافرين الذين تفاجأوا بتغيير أو إلغاء مواعيد رحلتهم بعد إعلامهم مسبقا بأنها مبرمجة. المشهد كان مغايرا في المواني وتحديدا في المحطة البحرية بحلق الواد التي شهدت وصول 3 بواخر، منها باخرة قرطاج قادمة من مرسيليا وكاتانيا القادمة من إيطاليا، وقد غادرت الميناء مساء الجمعة. وفي المرفق العمومي الصحي توقفت كافة الخدمات الصحية إلا من تأمين الخدمات الاستعجالية وضمان الحد الأدنى داخل أقسام اللواء. الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية الذي أقره الاتحاد العام التونسي للشغل شاركت فيه مختلف الجهات بنسبة نجاح فاقت في أغلبها 90% حسب مصادر نقابية. مسيرة حاشدة بكافة ولايات الجمهورية خرجت تنفيذا للإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل. ففي ولايات صفاقس وسوسة والقصرين والقيروان رفعت شعارات خلال المسيرات مطالبة بإيجاد حلول لتدني المقدرة الشرائية ولوضعية شغالين بصفة عامة. الوطن القبلي وولايات الشمال الغربي على غرار ولايتي الكاف وباجة عاشوا أيضا على وقع هذا الإضراب العام الذي خرج مناصروه إلى الشوارع حاملين شعارات محملين الحكومة الوضع الذي آل إليه المواطن. وفي ولايات جابس وتوزر وقفصة ومدنين كانت التحركات ذاتها، فالمسيرات الحاشدة جابت الشوارع قبل أن تبلغ المقرات الجهوية للمنظمة الشغيلة. الإضراب فاقت نسبة نجاحه 90% في أغلب الولايات حسب مصادر نقابية بالاتحادات الجهوية للشغل، حيث توقف العمل بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام النظام العام للوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية، مع توفير الحد الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية كالمؤسسات الصحية. أما في قطاع النقل فقد توقفت حركة الحافلات والقطارات وغيرها رغم قرارات التسخير. وستجتمع الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل يوم غد السبت للنظر في التحركات المنظمة في الفترة القادمة. أعلن رئاسة الحكومة اللجوء إلى آلية التسخير طبقا للترتيب القانونية وللفصل 389 من مجلات الشغل على خلفية الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام أثار جدلا قانونيا. اعتبرت رئاسة الحكومة أنها ارتأت اللجوء إلى آلية التسخير على خلفية الإضراب العام في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام طبقا للترتيب الجاري بها العمل وللفصل 389 من مجلة الشغل. ولاحظت رئاسة الحكومة أن هذا الفصل لم يحدد أجلا لإصدار أمر التسخير الذي نصت عليه مجلة الشغل، مضيفة أن الفصل 389 نص على إمكانية تسخير مؤسسة أيا كانت أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد أو شرع فيه وكان من شأنه أن يخل بالسير العادي للمؤسسة. كما أوضحت رئاسة الحكومة أن الفصل 107 من المجلة الجنائية نص على أن أمر التسخير يصدر قبل يوم أو يومين من موعد الإضراب المعلن عنه، وتقع الدعوة للعمل به في حال صدوره، وكان قد صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية أمر حكومي عدد 38 لسنة 19 و2000 يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام. أمر التسخير هذا تقول الحكومة أنها لم تصدره قبل أسبوع لسعيها للوصول إلى حل قبل انتهاء المفاوضات بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل والاحترام الأجل القانونية في ذلك قبل يوم من موعد الإضراب. موقف الحكومة بخصوص أمر التسخير هذا وصفه الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة سامي الطاهري بالأمر الحكومي غير القانوني والخاطئ، معتبرا أن الحكومة تريد تطويع القانون ضد العمال للإضرار بحق الإضراب المكفول بالدستور حسب قوله. من جهته اعتبر الأمين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري أن إصدار الحكومة لأمر التسخير غير قانوني وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية. أضاف البوغديري أن ذات الإجراء يجب أن يحتكم إلى تطبيق القانون المنظم لعمليات التسخير.
كان لعدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب مواقف متباينة من الإضراب العام الذي شهدته تونس الخميس في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعد فشل المفاوضات بين المركزية النقابية والحكومة في التوصل إلى اتفاق حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بعنوان سنتي 2017 و2018 و2000. عبر الاتحاد التونسي لصناعة وتجارة وصناعات تقليدية عن الأمل في استئناف الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في أقرب وقت بهدف التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الطرفين ويسهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي. واعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الزيادة في الأجور على أهميتها تمثل حلا ظرفيا سيعيد الوضع الاجتماعي إلى مربع التوتر مرة أخرى، مؤكدا أن الحل الحقيقي يكمن في دعم منظومات الإنتاج. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أكدت تضامنها المطلقة مع قرارات المنظمة الشغيلة ودعت إلى دعمها والوقوف إلى جانبها في تحسين القدرة الشرائية لجميع الشغالين. وفي سياق ما سمت بمساندتها المطلقة، سجلت الهيئة الوطنية للمحامين عدم ارتياحها لفشل المفاوضات الاجتماعية. وعربت حركة النهضة عن أسفها الشديد لعدم التوصل إلى حل توافقي بين الحكومة والمنظمة الشغيلة، وأفادت أن المقترحات المقدمة في جلسات التفاوض الأخيرة يمكن البناء عليها وتطويرها بما يجنب البلاد التوترات الاجتماعية. وفي سياق مساندة الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، دعت حركة مشروع تونس إلى استئناف هذه المفاوضات في أقرب الأجال للتوصل إلى حل يرضي الجانبين. أما حزب العمال فعبر عن مساندته لكل عمال وموظفي تونس في معركتهم الموصوفة بالعادلة ضد خيارات التبعية والتفقير والتهميش. أما حركة نداء تونس فقد قالت إن الإضراب حق شرعي يكفله الدستور وهو جزء من الممارسة الديمقراطية، مثمنة دور المنظمة الشغيرة في حسن تأطير الاحتجاج السلمي دون السقوط في مطبات الاستفزاز حسب ما جاء في بيان ورد منذ قليل. ووسط تعطل الخدمات الإدارية والتعليمية والصحية وغلق المؤسسات العمومية، يقدر الخبراء أن كلفة الإضراب تتراوح بين 150 و300 مليون دينار. تعطلت اليوم كل مرافق الاقتصاد في الموانئ والمطارات ووسائل النقل والإدارات ومؤسسات القطاع العام المنتجة وقطاعات التعليم والصحة والبريد. شلل شمل كل القطاعات واختلفت التقييمات بشأن كلفته المباشرة بين 50 و300 مليون دينار. بعض الخبراء على غرار وزير المالية السابق حسين الدماسي يؤكدون أن الخسائر تتجاوز بأضعاف كلفة يوم عمل غير منجز باعتبار خسائر القطاعات والخدمات المنتجة التي تقدر بنحو 150 مليون دينار، وذلك اعتباراً إلى حجم الثروة المنتجة من هذه القطاعات. الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اعتبر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الكلفة المباشرة لا يمكن احتسابها، ولكن عديد المؤشرات تبرز أنها ستكون في حدود 300 مليون دينار، وتغطي هذه الكلفة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، كما ستشمل خسائر الإضراب في القطاع الخاص. وإن كان لكل طريقته في احتساب كلفة الإضراب، فإن الكلفة غير المباشرة التي لا يمكن احتسابها هو ما سيعانيه مناخ الاستثمار والسلم الاجتماعي من تأثيرات، خاصة وسط تهديد الاتحاد العام التونسي للشغل بالتصعيد في تحركاته. في الشأن العربي الآن وتحديدا في ليبيا، بلغت حصيلة الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنوب طرابلس 5 قتلى و20 جريحا. هذه الاشتباكات التي كان طرفها اللواء السابع وقوة حماية طرابلس اللذين وصفتهما حكومة الوفاق الوطني بمجموعات مسلحة غير منضبطة. هذا وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من مغبة خرق وقف إطلاق النار، مشددة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستقوم باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المتاحة اللازمة. قالت لجنة أطباء مرتبطة بالمعارضة السودانية إن طبيبا وطفلا قتلا أمس خلال احتجاجات مناهضة للحكومة تشهدها ما لا يقل عن 6 مدن في السودان. وقد لجأت الشرطة إلى استعمال الغاز مسيل الدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا متجهين نحو القصر الرئاسي في الخرطوم لدعوة الرئيس عمر حسن البشير للتنحي عن السلطة. ويذكر أن السودان تشهد منذ أسابيع حركة احتجاجية متواصلة في عديد المدن رغم قرار الحكومة رفع رواتب الموظفين بالدولة. رحبت بريطانيا الأربعاء بتصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع لصالح تأييد مشروع القرار الذي تقدمت به لندن بشأن اليمن، والذي ينص على تشكيل بعثة دولية مكلفة لمدة 6 أشهر بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية.
قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي أونت إن وقف إطلاق النار في اليمن خطوة هامة نحو إحلال السلام، لكنها ليست مضمونة في انتظار تركيز جميع الأطراف على بناء الثقة في جميع أنحاء اليمن وليس فقط في منطقة وقف إطلاق النار. وينص القرار الذي صاغته بريطانيا على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا سيتم إرسالهم إلى مدينة الحديدة ومينائها. تمكنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من الحفاظ على حكومتها بعد مقترح زعيم العمال المعارض جيريمي كوربين بسحب الثقة منها. نتائج التصويت كانت بفارق ضئيل بين المؤيدين لماي ومعارضين لها. بفارق ضئيل فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في التصويت على حسب الثقة من حكومتها بأغلبية 325 صوتا مقابل 36 صوت. وتعني هذه النتيجة أن ماي ستستمر في التواصل مع أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب لمحاولة إيجاد توافق حول كيفية المضي قدما في سبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكان أغلب هؤلاء الأعضاء قد رفضوا بأغلبية ساحقة يوم الثلاثاء الماضي الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي، خروج بذلت من أجله ماي جهودا كبيرة لإقناع النواب بأنه أفضل صفقة يمكن أن تحصل عليها بريطانيا. ودعت ماي بعد هذا الفوز قادة الأحزاب لعقد اجتماعات أحادية معها لمناقشة المضي في مشروع بريكسيت. وفي تعليق له على هذه الدعوة قال زعيم حزب العمال المعارض جيمي كوربين على ماي أن تستبعد خيار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة. من أخبار الرياضة الآن، تغلب المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد على منتخب النمسا في ختام مباريات الدور الأول من مونديال ألمانيا الدنمارك، ليضمن بذلك المنتخب التونسي تأهله إلى الدور الثاني. كسب المنتخب الوطني لكرة اليد الرهان وحقق هدفه الأول من المشاركة المونديالية وهو بلوغ الدور الرئيسي، ليضمن أبناء توني جيرونا إنهاء البطولة ضمن أفضل 12 منتخبا في العالم بعد أن كان المنتخب قد احتل المرتبة 19 في مونديال فرنسا عام 2017. في بقاعة هيرنينغ دخل المنتخب الوطني مباراته الأخيرة في المجموعة الثالثة أمام منتخب النمسا، وفرضيات عديدة كانت تمنحه بطاقة العبور للدور المقبل، وذلك بالفوز أو التعادل أو الهزيمة بفارق يقل عن 11 هدفا. إلا أن العناصر الوطنية خاضت اللقاء بكل جدية وأخذت الأسبقية مبكرا وأنهت الفترة الأولى متقدمة بفارق 4 أهداف. وفي الشوط الثاني مر المنتخب الوطني بفترات عصيبة عدل خلالها النمساويون النتيجة على مستوى النقطة 25 قبل أن يسترجع رفقاء أسامة البوغامي الأفضلية ويحرزون انتصارا استقر على 32 هدفا ل27. منتخب النمسا قدم مباراة محترمة وصارع لاعبوه من أجل الفوز ونجحوا في تعقيد مهمتنا خاصة في الشوط الثاني عندما عادوا في النتيجة. لذلك أهنئهم لمردودهم في اللقاء وأشكر أبنائي الذين لعبوا بشكل جيد. تأهل المنتخب الوطني للدور الرئيسي جاء بعد مشوار صعب استهلته السواعد الوطنية بهزيمتين أمام منتخبي النرويج والدنمارك، وهو ما خلف انتقادات عديدة للاعبين والإطار الفني، لكن المنتخب استعاد عافيته في المباريات الثلاث الأخيرة ليحقق 3 انتصارات متتالية أهلته لمواصلة مقارعة الكبار في الدور المقبل، والذي وضع نصور قرطاج في مجموعة تضم منتخبات السويد والمجر ومصر. بعد الهزيمة أمام النرويج والدنمارك كانت العودة في حسابات هذه المجموعة صعبة لنا كلاعبين خاصة من الناحية المعنوية، لكننا وصلنا العمل بكل تركيز وطبقنا الخطة التي رسمها المدرب في المباريات الثلاث المتبقية، واليوم نجحنا في تحقيق التأهل. وسيواصل المنتخب الوطني خوض غمار بطولة العالم بقاعة هيرنينغ بالدنمارك، إذ سيخوض مبارياته الثلاث في الدور الرئيسي أيام 19، 20، و21 من جانفي الجاري. نهاية النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. انتهاء الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، والطبوب يؤكد أن اتحاد الشغل سيمضي قدما في الدفاع عن منظوره. خبراء في الاقتصاد يقدرون كلفة الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام بين 150 و300 مليون دينار.
المنتخب الوطني لكرة اليد يتأهل إلى الدور الثاني من مونديال ألمانيا الدنمارك بعد فوزه على منتخب النمسا. ودائما مشاهدينا الكرام بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة، في أمان الله.